الحمد لله رب العالمين. النهارده تكريم جديد جايز يعني ربنا كرمنا جامد قوي السنه دي. يعني الصياد كان له نصيب كبير الحمد لله في التكريمات والجوائز. مبسوط جدا وسعيد جدا. النهارده كمان في تكريم مسلسل الصياد، كمان في تكريم يوسف على مهمه الاعمال، وانا بعتبر ده يعني مبسوط جدا طاير يعني. الحمد لله يعني النهارده كمان جايز له طعم مختلف تماما، يعني نظام مختلف. اي ممثل او اي فنان حتى في العالم هتلاقي ان لو في تكريم من خاص بحاجه تبع الحكومه بتاع بلده او قناه تبع الحكومه بتاع بلده هتلاقيه متشرف زياده جدا. جايز بيبقى ليها مكان لوحده كده في السي في. يعني انا سعيد ومبسوط ومفتخر واتمنى ان ده يحصل كل سنه.